عاملين ايه. بصوا بقى دي طريقتنا البقسماط في البيت. بصوا هنوريكم بقى هنعمله ازاي وطريقته ازاي ومقاديره قد ايه، وانتوا بقى ان شاء الله هتعملوا احلى مننا كمان، وعايزين تعليقاتكم وعايزين كلامكم الحلو. بصوا بصوا اهو، بصوا الفراغات اهو اهو، وادي واحدة تاني اهي، بصوا اهي. وعايزين بقى تعليقاتكم وعايزين بقى اللايكات بتاعتكم وكلامكم الحلو. نروح مع بعض وتعالوا بقى نروح مع بعض بقى عشان نعمله بقى ونوريكم هنعمله ازاي. ازيكم حبيب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو ده مش بتاعي انا، الفيديو ده بتاع ماما. ربنا يخليها لي يا رب. هي جات لي كده على غفله وانا تعبانه، جت تشوفني وجايه بقى كده. لما جت قلت لها ماما عايزاكي تعملي لي كده اي حاجه خفيفه كده للولاد يفطروا بيها يتعشوا بيها. قالت لي خلاص هعمل لك شويه بقسماط كده حلوين زي بتوع الفرن. وماما بقى معاكم، هي اللي هتقدم بقى الحلقه كلها النهارده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني، ازيكم؟ بناء بقى على طلب جيجي جابتنا كلنا نجري كده على ملا وشنا عشان غلاوتها عندنا جامد، انا واخواتها وكلنا جينا نجري. طبعا ربنا ما يخدكوش على اولادكم يا رب، فجينا نجري. فاحنا قاعدين كده اهو معاها، فقالت النبي يا ماما اعملي لي حاجه كده، اي شويه كحك كده ولا اي حاجه للولاد عشان حاجه سخنه. فنعمل لكم شويه كحك كده بقسماط كده خفاف كده، فانتوا بقى ايه ان شاء الله تطبقوهم وتقولوا لنا التعليقات بتاعتكم، وان شاء الله يبقى حلو وخفيف على عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دول 3 كوبايات دقيق، ودي معلقه سكر، ودي معلقه خميره، ودي معلقه ملح، ودي معلقه بيكنج باودر، ودي معلقه لبن بودره، ودول فنجان قهوه زيت، وحبه ميه دافيه. طيب بص انا اقول لكم المقادير تاني. اه 3 كوبايات من الدقيق اللي هي الكوبايه المج الكبيره، ماشي. هنا معايا معلقه كبيره معلقه الاكل، معلقه كبيره خميره جافه، وهنا معايا معلقه الاكل، معلقه كبيره سكر، ومعايا فنجان زيت، معايا ذره ملح، معايا ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا معلقه كبيره مليانه من اللبن البودر، وميه دافيه للعجن. ما تكتروش يعني في الحاجات، حاجات خفيفه وقليله، ده مش عايز مواد دهنيه كتير. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ده السكر وده اللبن البودر عشان جيجي مكتره الايه الكميات، ودي خميره، ودول حبه الملح. لو عايزين تحطوا جواه كمون حصى حطوا اللي يعجبكم، ده حبه البيكنج باودر. بس احنا هنبقى نعمل لكم حلقه بقى من البطون سليم، فاحنا ما حبيناش نحط جواه كمون. بصوا كده المواد الجافه اتخلطت. طبعا اللي دايما بقول لكم الدقيق دايما ايه يتنخل. طبعا جيجي كانت ايه نخلاه هي واختها وعاملين. هنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الايه الزيت فنجان ايه على 3 كوبايات دقيق. طبعا الاول نشرب بقى الزيت في الايه في الدقيق كده اهو اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه لازم تكون دافيه عشان الجو بارد عشان الخميره تتفاعل. ولما تعملوا ده تحطوه في مكان سخن، ده تكونوا مولعين الفرن شويه عشان يخمر، وكل ما يقعد يخمر كل ما يبقى احلى، وده بياخد مراحل في التخمير زي الفرن كده. الفرن ما بيخبزوا الحاجه ما بيحطوهاش على طول. لازم اللي بيحلي الحاجه الايه انها تقعد وتايه العجينه تريح والعجينه تتاخد كده خلاص. بعد ما بقت القوام بقى رملي كده زي ما انتم شايفين، هتنزل بقى بالميه الدافيه وهنعجنها ونلمها، وبعد كده نوريها لكم. وده كده هو شكل العجينه، لازم تبقى العجينه بتاعتك مطاطه كده بالشكل ده. هنغطيها بقى وسيبها تختمر، ولما تختمر نبقى نوريها لكم ان شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما العجينه كده خمرت معانا بالشكل ده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بصوا بصوا عليت ازاي اهي. احنا كمان هنصبعها دلوقتي وهنرجع تاني نخليها تاني تخمر تاني. طب صبعي لهم واحده كده يا ماما وريهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يعني العجينه يعملوها الصباع. انا عايزه العجينه لينه. بصوا ازاي، بصوا بتتمط ازاي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بقى وراحتك اعملي الصباع زي ما انت عايزه، تخين رفيع، دي طبعا براحتك انت.
لان هو لسه هيخمر في الصاج. لسه هيخمر في الصاج، اهو بص هو اتحط كده في الصاج، لما يخمر كمان ويتضاعف حجمه اكتر من كده، هيبقى اكتر من بعد كده كده. بقى تدهني وشه، هنوريكم هندهن وشه بايه. انا كده هلفهم كده وانا قاعده كده، معلش بقى. انا بص قاعده ازاي كده وانا بقى ايه هلفهم. انتوا ممكن على الترابيزه كده هتلفوها انتوا على طول. هتعملهم بقى، تخلص الكميه وبعد كده نوريها لكم لما تخمر ان اهو شاء الله. اهو. تعالوا بقى دلوقتي كده، ده البقسماط معانا اهو خمر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى قولوا لهم يا ماما انت محضره ايه. دي حبه لبن بودره على حبه سكر على ايه، على حبه بن وحبه سمسم وحبه البركه، دول محضرينهم لوحدهم. انما ده، انما ده لبن بودره عليهم حبه ميه، حبه عليهم سكر، حبه سكر، معلقه من السكر، عليهم سنه من اللي هو النسكافيه او او البن البن الموجود عندي. الموجود عندك. هندهن بقى الوش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي شبعيه، طبعا ما ينفعش دهني غير بعد ما يخمر، وممكن لو عايزه تغمقيه اكتر من كده غمقيه. وبعدين يا جماعه تستنوا عليه لما يخمر، ولما تيجي تشتغلي ايدك كده على خفيف عشان ما يهبطش بصوا معاكي. بقى عايزه اقول لكم على حاجه، نجاح البقسماط ده والباتونسة ليه حاجه واحده، ايه هي؟ ان انت تبقي عندك صبر انك تسيبيه. ايوه، عشان احنا كمان في الشتاء، ايوه لو في الصيف بيخمر على طول. تسيبيه، يعني احنا هنعمل كمان التكايه دي وهن ايه وهنسيبه كمان يخمر تاني براحته، ما تستعجليش عليه. يا ماما دلوقتي بتحط لنا عليه كده سمسم، ممكن كمان تحطي حبة البركة هحطها اهي. اهو بقى الاتنين على بعض، ممكن يبقى سادة وممكن ده حسب تحطي ده راحتك على انت. ده بقى ذوقك انت. بس حسب هنحط بقى راحتك. احنا كده كله، وبعد كده ندخله على الفرن على طول على درجة حرارة 200. ما بياخدش في الفرن بالظبط 10 دقايق. اهم حاجة ان هو يكون ايه واخد مساحته في الايه، في التخمير. ايوه، لان عشان لما تكسري البقسماطيه من جوه تلاقي فيها ايه فراغات وهشه من جوه. التخمير استعجالك على الحاجه يا بنتي مش ايه. ايوه، مش هندخله حلو. بقى الفرن، ولما يطلع ان شاء الله نوريهولك. تعالوا بقى، البقسماطيه طلع معانا من ايد ماما ما شاء الله عليه، وريهولهم يا ماما. بصوا بالصلاه على النبي اهو، بصوا بصوا ناشف، بصوا الفراغات من النص اهو زي بتاع بره بصوا بالظبط. اهو. انا بس مش عايزه اكسره عشان خساره. بصوا بصوا مليان فراغات ومتحمص من ورا بالهنا والشفا. ومن بصوا قدام، وريهم من ورا كمان ظهره. بصوا بصوا اهو ومستوي وجميل اهو زي ما انتم شايفين. بصوا اهو، بصوا كله اهو، انا مش عايزه اكسر فيه كله. بصوا بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. اهي دي بقى بصوا من النص، كانت تعرفوا ان الناجح من ايه؟ من الهشه. بصوا بيبقى فين؟ زي ما بتكسروه من في الشارع اهو، مش بتجيبوه كده اهو. سامعين؟ اهي هتسمعهم اهي، ومستوي زي ما انتم شايفين كده اهو، لونه تحفه. عايزه تغمقي تاني غمقي، وطعمه حلو قوي اهو. بالهنا والشفا على قلبكم، على كل من يعمل ان شاء الله. وعايزين تعليقاتكم والدعاء بالشفا بقى لجيجي والامه محمد ان شاء الله. والنهارده كانت الحلقه بقى بتاعتنا، والسلام عليكم. سلام عليكم بقى عشان احنا ماشيين بقى. سلام عليكم. سلام عليكم.